12 جزيرة وأكثر من 1200 فيلا، وإحنا اليوم موجودين في أجدد مشروع جوهرة المرجان. مشروع جوهرة المرجان من المشاريع الجديدة في درة البحرين، واليوم بناخذكم داخل الفيلا. تتميز فيلا جوهرة المرجان بتصاميمها العصرية والأنيقة والحديثة. غرفة الجلوس بتصميم راقي وعصري وبنوافذ كبيرة تدخل فيها شعاع الشمس، والمطبخ عملي وفخم ومجهز بأحدث الأجهزة والأسطح رخامية. غير الحديقة الواسعة والبرتشة، فيها الميلس الخارجي اللي يعتبر إضافة جميلة جداً في فيلا جوهرة المرجان اللي ممكن تستفيدون منه في الشتاء، والأحلى إنه يطل على البحر. غرفة الطعام غرفة شرحة ومطلة على الحديقة، وإضاءة المكان مصممة بكل احترافية. الجاردن روم مميزة وتعطيك شراحة وأناقة لصالة بيتك، والأهم من ذي كله ما تحاتي حر الصيف لأنها مكيفة بالكامل. قبل ما أخذكم معاي في جولة في الطابق العلوي، حبيت أخبركم أن كل الفيلا المجهزة بأن يكون فيها مصعد. كل الفيلا فيها هالإضافة في الطابق العلوي، مكان مجهز بأن يكون حق قعدات عائلية أو حتى حق الباربيكيو. غرفة النوم الرئيسية واسعة بمنطقة تبديل كبيرة، وفي غرفتين إضافيتين بتصميم خاص يناسب احتياجات العيلة. الحمامات واسعة، جدران رخامية، منطقة شاور كبيرة تصميمها عصري وحديث، بالإضافة إلى الإطلالة لغرف النوم اللي مطلة على البحر. ممر يضم مطبخ خارجي وغرفة العاملة وغرفة الغسيل، بالإضافة إلى غرفة خارجية للعاملين. مشروع جوهرة المرجان الحلو فيه أنه فيه تنوع في أشكال الفلل والأحجام وحتى التصاميم الداخلية. لمحبي الراحة والتأمل والرقي، جوهرة المرجان خياركم الأمثل.